أكد الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر أن تصاعد الغليان الشعبي وتفاقم أزمة الخدمات في العراق سبب مأساة لا تنتهي للمواطن. وأضاف الشيخ الخنجر عبر تغريدة له على تويتر: يجب على الجميع ترك الخلافات والبدء بحوارات تقف بها صفا واحدا من أجل إنقاذ الشعب من أزمات الكهرباء والماء وغيرها، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها بشكل جاد للخروج من هذا الوضع المتدهور.